سيدهارت أجنيهوتري، والده السيد براكاش أجنيهوتري، والدته فاني أجنيهوتري. سيتزوج نانديني دويفيدي. والدها السيد منوهار دويفيدي، ووالدتها ألوكا دويفيدي، في تاريخ 23 تشرين الأول من هذا العام. أستاذ رديشام، الجلسة الجاية رح تكون بعد أسبوعين تماما. أجلوها، عندي قصة تانية أهم ولازم حل بأسرع وقت. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.